دلوقتي البرنامج الـ R3D قدر يحول الصور لبوينت كلاود بالشكل دوت 3D اهو. طيب ناقص بقى ايه؟ ناقص ان انا اخد الحاجات ديت على برنامج متخصص في النقاط وابدا اشيل الحاجات ديت، تمام. ففي مثلا عندنا برنامج مش لاب ده، انا نفسي ان هو مجاني واوبن سورس، يبقى احنا كده شغالين على برامج مجانيه واوبن سورس. هتلاقي ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو دوت اول ما نسجل المش لاب. طيب دلوقتي هقول له كرييت تست بوينت كلاود، وببدا احدد الدرجه التفصيل اللي انا عايزها، الليفل وهكذا، واقول له اوكي. دلوقتي نقدر نحوله بقى